جدا عايز طيب بدأ لسه ما بدأش، اول ما التايم ينزل اقول لك ابدأ. لا ما هو انت ما بتهدش اللعبة. لا هو براحته. ها جاهز؟ ايوه جاهز. جاهز. انزل بالتايم ابدأ. احمد طيب لعيب فيها لعيب. اللهم صل على النبي. الله عليه وسلم. بص برافو يا طالب. لا شقي شقي. هتعيد تاني من الاول يلا. بيبص له. ركز يا طالب. لا ده كل ده لا واد شقي شقي. ركز يا طالب. اول محاوله صحيحه لطالب. برافو يا طالب. تشجيع فريق الفرسان. تركيز. هو تاني محاوله صحيحه بدأ طالب. بدأ طالب يركز معاها بقى كويس. محاولتين صحاح. برافو يا طالب. تحكم عجيب في العضلات. ثلاث. الله. ثلاث محاولات صحيحه. برافو يا طالب. اسرع لسه معاك وقت. لسه معاك وقت. ثلاث محاولات صحيحه. احسن. يا لك يا طالب لكن لسه لسه. لا هو بيعمل كده يعني ايه عشان بص بص بص. اربع محاولات صحيحه. برافو. برافو يا طالب. اسرع. برافو يا طالب. هو حاجز نص ساعه. برافو يا طالب احسنت. خمسه. طب احنا واقفين ليه؟ لازم اقف عشان انا بحكم. خمس محاولات. برافو يا طالب. يلا يا طالب. برافو يا طالب. الستة ولا ايه؟ الستة ولا ايه؟ الستة ولا ايه طالب؟ عملها. ما جبتش. عملها وولعها بقى 20 ثانية. يلا طالب. ست محاولات. سيبنا بقى. بس انت تساعدنا تناول الكرة على طول. لا ما ينفعش. لازم انت اللي تجيبها. انا اللي اجيبها؟ ست محاولات. ست محاولات. سبع محاولات. لسه لسه. سبع محاولات لازم انت. شفت عيب اصل انا بقول لك. سبع محاولات. ثمان محاولات. حاول محاولة أخيرة طالب بسرعة. أسرع أسرع أسرع. أي حاجة أي حاجة أي حاجة. تسع محاولات صحيحه لطالب. تسع محاولات. برافو احسنت يا طالب. طالب في اللحظات الاخيره في الثانيه الاخيره بيجيب المحاوله رقم 9. يعني دلوقتي فريق الفرسان معاه 45 نقطه لغايه دلوقتي. خالد محروس هو اللي هيبدا دلوقتي. كوره فين؟ كوره فين؟ ركز يا خالد. اول ما تكون جاهز قول لي. لو عايز تجربها مره عشان ما لعبتهاش قبل كده جرب لانه من حقه. انتوا لعبتوا قبل كده من حقك. جربها مرة. ارفع فوق شوية تاني. تاني؟ سيبه بقى هو هيجرب هيعمل ايه. الله يا استاذ. تمام؟ إيه ده لا روح بقى. طبعا ايه يا خالد؟ دخلها له في التايم دخل. لا لا مش لا لا. انزل بالتايم يا استنى. اختك. يلا خالد عشان الوقت الوقت. انزل بالتايم. لا استنى. استنى. ابدا. محاولة صحيحة اسرع. لا خليك قاعد. ده شغل عالي. محاولة صحيحة اسرع. برافو. برافو يا خالد. برافو يا خالد. ايوه خلاص. ايوه برافو. تاني محاولة صحيحة. برافو يا خالد. برافو يا خالد. احسن. بتعرف ليفربول يا ريس؟ خالد حبها حبها خلاص. حلوة يا خالد. حلوة يا خالد. حلوة يا خالد. بره بره بره. جميل والله. جميل والله يا استاذ خالد. محاولتين صحاح لغاية دلوقتي. لا ايه ده براحتك براحتك. كأنه معاك لحد دلوقتي. كأنه بيسخن عيش في الفرن. اهو التالتة ولا ايه؟ التالتة ولا ايه؟ التالتة ولا ايه؟ التالتة التالتة صح التالتة صح التالتة صح. برافو يا خالد. احسن احسن. ده العيش استوى العيش استوى طلع من الفرن بقى يا ثلاثة خلاص يا خالد. لا لسه لسه ما ماشي 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 كله من الوقت. ثلاث محاولات. اربع محاولات. ماشي. انا عايزك بس تتعادل مع طالب. ايه الكره بتت اربع محاولات. حاول اسرع. خمس محاولات. اسرع 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 يا خالد. اسرع يا خالد. اسرع جدا اسرع جدا. برافو 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 برافو. خمس. الحق بسرعه. لسه 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 فيها واحده. لسه لسه فيها ثلاث ساعات يا عم بقى. خمس محاولات صحيحه. خمس. الحمد لله يا عم. خمس محاولات صحيحه لفريق الفرسان وتسعه هنا لفريق خمس محاولات لفريق الحراس وتسعه لفريق الفرسان. يلا بينا نشوف دلوقتي يوسف هيعمل ايه. يلا يوسف. يلا شوف. يلا يوسف صغرني. ها لما اكون جاهز قول لي يا يوسف. جاهز. انزل بالتايم. استنى ابدا. خلاص بنعملها مره واحده ما نعدلهاش. برافو يوسف. محاولة صحيحة. لا مش من أول مرة يا جماعة. برافو يوسف. أيوة سيبها على طول. تاني محاولة صحيحة. أحسنت يا يوسف. تألق فريق الفرسان. برافو يا يوسف. محاولتين لغاية دلوقتي. ركز يا يوسف. ركز يا يوسف. ده بيجيب الكرة وهو في نهاية. ده كنت بجري لحد هنا. ثلاث محاولات صحيحة. برافو يا يوسف. ثلاث محاولات لسه. هو لا هي
يا عم لسه هيتألق فيها ولا اي حاجه. اربع محاولات، محدش يعدل الكره مرتين، لا هيعدل مش هحسبها له. خمس محاولات، خمسه ايوه كده، خمس محاولات مازال لسه معانا وقت. خمس محاولات لسه ما جاتش، كانت على خمس محاولات لسه معانا وقت. ما تتوترش، براحتك براحتك، لسه 30 ثانية لسه معانا وقت، لسه في وقت كتير. خمس محاولات بالراحه، تاني بس وقت كتير، وقت كتير يعني، وقت كتير. ها لسه وقت كتير، ست محاولات. شفت انا بشجعك ازاي؟ ست محاولات ليوسف. يوسف 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 يلا يلا يلا، مش مهم ست حلوين، يلا اللي بعده. لسه لسه لسه، يلا اللي بعده. واحده 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 واحده، ايوه ست محاولات. اسرع اسرع اسرع. شكرا يا يوسف، شكرا. طيب شكرا. ست محاولات صحيحه ليوسف، عايز اجيب سبعه. حلو حلو، مش وحش. ست محاولات صحيحه ليوسف، 6 و5 11 15. اه ده كده فريق الفرسان معاه 6 و9 15 محاوله صحيحه، فريق الفرسان. وفريق الحراس معاه 5 محاولات لغايه دلوقتي صحيحه. اذا لزاما على محمد عبد الخالق انه يحاول يجيب على الاقل 10 محاولات صحيحه لكي تتعادل الكفه. 10 يا ترى ايه اللي هيحصل؟ يا ترى ايه اللي هيكون؟ يلا يلا ان شاء الله كل التوفيق. معلش لو عايز تجربها مره جربها، لانك ما لعبتهاش قبل كده. ايه اللي حاطني في ولا اول مره احط في عايز تجربها مره براحتك، بس هتحط الكوره خلاص. اه هو في حاجه مش مظبوطه ليه؟ لا هي كده، لا هي كده وعلى الكل يعني عادي. لا على ايه ده بقى هنا؟ انت عليكم ايه ده بقى كده؟ برافو برافو يا استاذ محمد. هو في حاجه بص، هو هي كده هي كده هي كده ولعبوها هي كده وعلى الكل يا استاذ محمد. يلا هي بتعصلك مع الكل. يلا جاهز جاهز في زميل لسه لما اقول الطايم. طايم انزل، في توتر. ابدا لحظه. طيب عايز مني حاجه؟ ركز. حلو احسنت. اي لا مش قوي، سيبها بالراحه تنزل. ولا محاوله صحيحه. لسه الاماني ممكنه. اول محاوله عملها عبد الخالق، شجعوه شجعوه يا جماعه، ادوا له فرصته. اول محاوله احسن عبد الخالق، افضل افضل بالراحه، ما تنشنش فيها. تيجي ما تنشنش فيها، ما تنشنش. جميل والله، ما تتسرعش، ما تنشنش فيها، ما تلعبهاش بقوه. عصب عصب. محاوله يا بيت، خش يا حبيبي. تاني محاوله صحيحه، ما تنشنش عليها يا تيجي، خليها بهدوء. ايوه ايوه، بص ثلاث محاولات خليها كده بالراحه برضو، خليك اهدى خليك اهدى. طب اعملها كده ما تجيش. ثلاثه بالراحه بالراحه قوي، هتيجي بالراحه. ما خليك اهدى. بيتنشي انت ليه بتنشي من الاخر؟ طيب حصلت معايا. تعال انا اكمل، تعال كمل كمل بالراحه بالراحه. اربع محاولات حلوه، خليها خفيفه ما تنشنش عليها. اربع محاولات، يلا يلا بالراحه بالراحه بالراحه. بص بيلعبها جامده، مش هتيجي مش هتيجي. هي عايزه بالراحه. انت جبت كام يا استاذ خالد؟ خمسه. سبحان الله. خمس محاولات. اسرع اسرع اسرع، هات المحاوله الاخيره دي عشان يبقى زي استاذ خالد. ست محاولات في اللحظه الاخيره، وعلى اخر لحظه قدر انه يعملها عبد الخالق. ولعها عبد الخالق في الثانيه الاخيره يا كل مشاهدينا، في الثانيه الاخيره قدر انه يجيب ست محاولات. خالد جايب خمس محاولات، هنا جايب تسعة، هنا جايب سبعة سبعة ستة ستة ستة. تعالوا بينا يا كل مشاهدينا بعد لعب نجومنا للعبة الممر، نشوف درجات وصل لحد فين. فريق الحراس 55 درجة، وفريق الفرسان 75 درجة. اوه والله، اوبو، فرق 20 نقطة. ايوه طبعا فرق 20 نقطة، لكن لسه الأماني ممكنة. تعالوا بينا كل مشاهدينا نشوف اتصالات حضراتكم.